دخل اوضه النوم بتاعت صاحبه الانتيم لقى اللي عمره ما يتخيله. معرفش هو طعمه كان بالنسبه لي الاحمر يعني، خلي بالك لما طلع البني ما عجبنيش. الملفت بقى للنظر اكتر ان الفنانه الهام شاهين لسه عايشه فتره الثمانينات والتسعينات. واحده مننا ما بتصدق شعرها يطول نص بوصه، اقوم انا ماشيه للناس كده واطل عليهم وانا بلبوصه. فحلق المراه لشعر راسها ده لا يجوز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مكملين مع حضراتكم في تغطية أخبار الوسط الفني، وخصوصا في 24 ساعة اللي فاتوا كان في أخبار كتيرة منتشرة على السوشيال ميديا، فحبيت أطلع وأشاركها مع حضراتكم في حلقة النهاردة. أول خبر هتكلم مع حضراتكم فيه في حلقة النهاردة هو عن مقطع الفيديو المثير للجدل المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة نيكول سابا والفنانة إلهام شاهين وهما الاتنين نازلين رقص. مش بس كده، هتكلم مع حضراتكم في حلقة النهاردة عن مقاطع الفيديو المثيرة للجدل اللي بتتعمد إلهام شاهين ليها تنشرها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، زي مثلا مقطع الفيديو اللي هعرضه برضه على حضراتكم في حلقة النهاردة. مش بس كده، هتكلم مع حضراتكم في حلقة النهاردة عن اللقاء التلفزيوني اللي عملته الفنانة نجلاء بدر، لكن النهاردة مش جاي اتكلم على اللي حصل في البرنامج او قالت ايه مع أبلة فاهيتا والكلام المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا انا جاي اتكلم مع حضراتكم هي ليه نجلاء بدر النهاردة عليها طلب كبير قوي وكل برامج التوك شو بتطلب اللي هي تعمل لقاءات تلفزيونية مع نجلاء بدر. وهتكلم كمان مع حضراتكم في حلقة النهاردة عن رأي الدين في حلاقة شيرين عبد الوهاب لشعرها، لان في ناس كتير بتتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي وبيقولوا دي حريه شخصيه، ما تحلق ولا ما تحلقش دي حاجه ما ترجع لناش. كل التفاصيل دي هنتكلم فيها في حلقه النهارده، استنوني بعد الفاصل. لو انتوا اول مره بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوفوا. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. اول خبر هتكلم مع حضراتكم فيه في حلقه النهارده هو عن مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانه نيكول سابا وهي في احد الحفلات من القاهره، وكانت طبعا ظاهره بمظهر غير لائق وفستان غير لائق بالمره على المسرح، وبدأ الناس يطلعوا ينتقدوها على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن الملفت للنظر هنا مش الحفلة اللي عاملاها نيكول سابا ولا المظهر غير لائق، لا اللي الفنانة إلهام شاهين كانت متواجدة برضو في الحفلة وبدأت تطلع على المسرح وترقص مع نيكول سابا في الأغنية اللي كانت بتغنيها. وطبعا بعد نشر مقطع الفيديو ده على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت ناس كتير قوي تهاجم إلهام شاهين، وخصوصا اللي كان آخر ظهور ليها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي لما كانت مبسوطة اللي هي رايحة المهرجان وظهرت بعد كده بالحجاب من داخل الحرم المكي، وكانت الصورة دي عاملة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. مش بس هي، كل نجوم الفن بلا استثناء راحوا عملوا عمرة وتصوروا داخل الحرم المكي ونشروا الصور دي على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن الملفت بقى للنظر اكتر ان الفنانه الهام شاهين لسه عايشه فتره الثمانينات والتسعينات لما كانت نجمه كبيره ونجمه متالقه، وبتنشر مقاطع فيديو غريبه على حساباتها الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي، زي مقطع الفيديو اللي نشرته امبارح واللي كان عنوان الفيديو تحديدا دخل اوضه النوم بتاعت صاحبه الانتيم لقى اللي عمره ما يتخيله. تخيلوا حضراتكم ان الفنانه الهام شاهين بتنزل مقاطع فيديو من افلامها القديمه اللي كانت بتظهر بمظاهر غير لائقه وتبدا تكتب عناوين من النوع ده على مقاطع الفيديو. من وجهه نظر ان الهام شاهين بتتعمد تعمل الحاجات دي عشان تظهر في الترند وعشان تبقى متشافه، واكيد حضراتكم عارفين تصريحاتها المثيره للجدل، وكنا اتكلمنا مع حضراتكم برضو عن تصريحاتها عن التبرع بالاعضاء ومسرحيه المومس الفاضله وكتير من الحاجات اللي بتتعمد الهام شاهين اللي هي تعملها عشان تظهر بيها في الترند وعشان تفضل متشافه. نيجي لتاني خبر معانا في حلقه النهارده عن الفنانه نجلاء بدر. الفنانه نجلاء بدر كانت في لقاء تلفزيوني امبارح في برنامج أبلة فاهيتا، واكيد حضراتكم عارفين ان ده برنامج كوميدي وبيتوجه للضيف اسئله محرجه عشان يرتجل ويغلط والناس تضحك عليه. بس دي مش مشكلتي يا جماعه، انا هعرض لحضراتكم تصريحات غريبه شويه للفنانه نجلاء بدر كمان شويه، لكن انا طالع النهارده تحديدا اتكلم مع حضراتكم في حلقه النهارده بسبب التصريحات المثيره للجدل اللي بتعملها نجلاء بدر، وليه كل برامج التوك شو دلوقتي بدات تستضيف نجلاء بدر. اول جدل عملته نجلاء بدر كان في مهرجان الجونه لما ظهرت بالفستان الغير لائق، واكيد حضراتكم فاكرين تصريحاتها لما قالت اللي هي مش عايزه تطلع ترند وما كانتش تقصد وكلام من هذا القبيل. لكن للاسف بعد ما نجلاء بدر ظهرت بالفستان ده بالفعل هي طلعت ترند وكل الناس مهتمه باخبارها. مش بس كده، كل برامج التوك شو بدات تستضيفها كانها نجمه كبيره وعندها سجل مشرف من الاعمال الدراميه والسينمائيه. تخيلوا حضراتكم اللي هم بيستضيفوا نجلاء بدر عشان كانت طالعه بفستان غير لائق في مهرجان الجونه. اترك لحضراتكم التعليق. متريقوش عليا، بس لو حد زيي يقول لي باكل عود الكبريت اللي فوق، حد كله يعني ايه اللي فوق؟ والله العظيم وحياتك صح؟ انت كلته صح؟ انت مروان انت كلته. اهو في ناس مرضى زيي.
وليه بتاكل الكبريت؟ ما اعرفش هو طعمه كان بالنسبه لي الاحمر يعني، خلي بالك لما طلع البني ما عجبنيش. والله العظيم ابهرك، انا الاحمر هو اللي كان عاجبني عشان كان بيخلي لساني احمر وشفتي حمراء. نيجي للخبر اللي بعد كده معانا في حلقه النهارده، وعن الفنانه شيرين عبد الوهاب. اكيد حضراتكم عارفين الازمه اللي عملتها شيرين عبد الوهاب طول الفتره اللي فاتت، وحلقتها لشعرها، واللي هي كانت بتطلع تتكلم على حسام حبيب ونضال الاحمديه والمشاكل اللي حصلت دي. لكن امبارح الفنانه بدريه طلبه طلعت بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدات تحلق جزء من الباروكه بتاعتها كنوع من الدعم لشيرين عبد الوهاب. لكن هي في الواقع يا جماعه كانت بتتريق على شيرين عبد الوهاب زيها زي كتير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالفعل يا جماعه في ناس كتير قوي كانت متعاطفه مع شيرين عبد الوهاب، وبدات تغير وجهه نظرها بعد التصريحات الاخيره لشيرين، واللي هي بتقول هي ما زالت بتحب حسام حبيب وكل يوم تطلع علينا بتصريح جديد. تضامنا معاكي شيرين، انا بيك فان ليكي يا حبيبتي، انا هحلق زلبط هجيبها عزيز وزيك، تضامنا معاكي. بس الواحدة مننا ما بتصدق شعرها يطول نص بوسة، أقوم أنا ماشية للناس كده وأطل عليهم وأنا بلبوسة؟ انت يرضيكي وتخلصي كشيري يا اختي. طب ايه راي الدين في حلاقه شيرين عبد الوهاب لشعرها؟ سبق وقلت لحضراتكم في اكتر من حلقه ان انا مش شيخ عشان افتي في امور المسلمين، وكنت دايما بستنى اللي يبقى فيه فتوى شرعيه بخصوص الموضوع ده. فامبارح الشيخ عبد الله رشدي طلع على مواقع التواصل الاجتماعي واتكلم عن راي الدين في الموضوع ده تحديدا. تعال نشوف مع حضراتكم الشيخ عبد الله رشدي قال ايه ونرجع نتكلم تاني. ها فاتطلقوا فحلقت شعرها زيرو، هل هذا الامر مما يجيزه الشرع الشريف؟ لا يجوز في الشرع اللاهي ان تحلق المراه راسها. الشعر ده للرجل مش ضروري، لكن للمراه هو زينه، هو جمال المراه، هو يعني شيء من انوثتها. فلما هي تزيل او تحلق هذا الشعر ده شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. عندنا سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان تحلق المراه شعر راسها، ولذلك لما بنيجي في الحج والعمره يا جماعه الرجل بيعمل ايه؟ السنه له انه يشيل شعره موس بالزيرو كمان، لا بالموس خالص. والسنة في حق المرأة انها تاخد من اطراف الشعر كده قد عقلة كده والعقلتين تقصهم بالمقص. زي ما حضراتكم شفتوا ده رأي الدين في حلاقة شيرين عبد الوهاب لشعرها. وانا مش عايز اطول في النقطة دي تحديدا يا جماعة، لان شيرين عبد الوهاب بصراحة رصيدها بدأ يقل عندي، وخصوصا بعد التصريحات اللي هي كل شوية تطلع تتكلم فيها عن حسام حبيب وتبدأ تهاجم حسام حبيب، وما فيش رد من حسام حبيب، وكل الكلام اللي طلعه قال والد حسام حبيب شيرين عبد الوهاب عملته بالحرف الواحد من بداية المشكلة من 6 شهور لحد وقتنا ده. لكن بعد ما عملت الكلام ده رجعت نفسها وحست بالذنب وعايزة ترجع لحسام حبيب مرة تانية. ودي وجهة نظر يا جماعة، وارد تكون صح وارد تكون غلط، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. وده كان آخر خبر معانا في حلقة النهاردة، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقة دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات. تفتكروا حضراتكم ايه اللي يخلي كل برامج التوك شو تجري ورا نجلاء بدر في الكام يوم اللي فاتوا؟ ايه راي حضراتكم في البوستات اللي بتنزلها الفنانه الهام شاهين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل فعلا احنا بنظلم الهام شاهين باللي احنا بننتقدها عشان تصرفاتها المثيره للجدل ولا لا؟ يا ريت حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.